ومهما اتكلمت عنها، لكن احساسك الداخلي بيبقى اصعب بكتير جدا من ان انت تنطق بيه لسانك او ينطق بيه لسانك او كلمات. يعني اللي حصل مع كابتن شريف عبد المنعم دلوقتي باين لك، مهما كان سنك ومهما كانت ارتباطاتك ومهما كانت مشاغلك ومهما كانت ظروفك او حياتك، لكن في حاجه بتبقى مدفونه جوه، مدفونه جوه، بتبقى انت بتحب حاجه ممكن ما تستفادش منها حاجه خالص، وممكن ما يبقاش فيها مردود ليك سواء مادي ولا اجتماعي ولا ادبي ولا معنوي ولا اي حاجه خالص، لكن بتحبها. منها على سبيل المثال مثلا الاب، الام، الزوجه، الولاد، الاخوات، يعني بتحبهم بتحبهم بتحبهم. والاهلي انت بتدافع عن الاهلي كانك بتدافع بالظبط على اللي انا قلتهم من شويه، كانك بتدافع على بيتك، وانت بتدافع على الاهلي كانك بتدافع على بيتك. صلى على النبي يا كابتن شريف. لا انا بعد الماتش ما جراليش اللي جرالي دلوقتي ده، متماسك متماسك متماسك، بكلم نفسي، مش شايف اي سبب غير ان احنا زي ما كنت دايما بقول احنا كنا لازم نطمع ان احنا نلعب على هدف واحد يخلينا نبعد اي حاجه عننا في الملعب مش مكتوبه لنا، وانا مؤمن بربنا جامد قوي. بس ما اعرفش اللي حصل لي دلوقتي، حصل لي من يمكن، يا ريته كان حصل وانا لوحدي، يا ريته كان حصل وانا ماشي راجع من المباراه بكلم روحي، يا ريت وانا عايز اشوف سبب واحد قد ايه فرقه اقل مننا بكتير قوي يعني انها تكسبنا بهذا الشكل، وان احنا الاولاد ما قصروش، احنا كل اللي علينا ان احنا لعبنا من غير فراوده. وانا بقولها بصراحه، احنا ما كانش عندنا اي عمق هجومي يقدر يترجم التعب بتاع الولاد في نص الملعب، والديفندر بتاعنا اللي ماتوا في الماتش على طول بيدافعوا على طول بيحاولوا يلعبوا كره سليمه، انما معلش تتعوض والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وانا اسف حقكم عليا. لا احنا اللي اسفين لك، واحساسك واصل لي والله، وانا انا 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 مش عايز اقول من هوايه الدموع، لكن في النهايه يعني دموع الانسان وخصوصا الرجاله فيه ناس بتبقى غريبه جدا. مساء الفل عليك. يعني مفيش مشكله، انت اي حاجه ممكن تبكيك، لكن هترجع اقوى واقوى بكتير كمان.